فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن السنة إذا فات محلها، أن السنة إذا فات محلها لا تقضى. هذا الأصل، إلا بدليل، إلا بدليل، إذا دل دليل على قضائها يعمل به، وإلا الأصل أن السنة إذا فات وقتها لا تقضى، إنما هذا في الفريضة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.